أنقع البرغل بعصير البرتقال مبدئيا. مبدئيا يعني هاي حركة جديدة. هاي مبدئيا هاي حركة جديدة، بردقان وبرغل بيطلع عندي هالبرغل. أيوة المنقوع بإيش؟ حسيته تفلفل أنا مع البردقان. لا بس هو طوى بالنقع، بس هو نفس الفكرة يعني تشرب كل البردقان. يعني عليك. أيوة صح يعني عليك 100%. طيب على طول رايح أنزل بالنعنع اليابس، وكمان من الكزبرة المفرومة ملفوف أحمر مقطع إلى مكعبات، وكمان ملفوف أبيض مقطع إلى مكعبات. رايحين ننزل بزيت الزيتون وعصير الليمون، ونضبط بالملح والفلفل الأسود. أوكي؟ تمام عظيم. نبلش نخلط هالسلطة لأنه إحنا عندنا نكهات فيها جميلة جدا. تجدوا يمكن بكرة تجيك هيك تذكرة سفر. تعرفيش باريس؟ تعرفيش ما بتعرفي؟ ما حدا بيعرف. بدنا 4 أكواب ملفوف أحمر مقطع إلى مكعبات صغيرة، ونفسهم كوبين ملفوف. بدنا برغل، عصير برتقال، كزبرة مفرومة، نعنع يابس، زيت زيتون، عصير ليمون، ملح وفلفل.